مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم على كل بيسمعونا على راديو 90 وصايم ولا زي كل سنة. معاكم بسنت بكر وضيفنا النهاردة الجوكر اللي تحطه في أي دور يبدع ويضيف ليه، النجم صبري فواز. منورنا، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسعادة. صايم ولا زي كل سنة؟ الحمد لله الحمد لله. نوع الأسئلة ده بيضايقك؟ الأسئلة اللي ملاش إجابات؟ لا خالص. يعني السؤال من أهم الحاجات اللي موجودة في الدنيا. السؤال هو مفتاح المعرفة، هو مفتاح التعارف. فالسؤال دايما له معزة، يعني أيًا كان السؤال، حتى لو ما عنديش إجابة له السؤال يفضل بقيمته. إيه نوع الأسئلة اللي ساعات ما تلاقي لهاش إجابة؟ هو كتير الحقيقة. يعني أنت مثلا نجومتك اتأخرت ليه؟ الحاجات اللي هي ما هيش في إيد حد والناس كلها عارفة ليه وشايفين ليه ويسألوا برضو، يعني في حاجات من النوع ده مثلا. طيب ايه السؤال اللي النجم صبري فواز بيحاول دايما يهرب منه؟ انت راضي؟ بتهرب ليه؟ عشان الرضا شيء جميل، بس الرضا في الفن موت. مرة عملت حوار وقابله طلبت من الصحفي او المذيع انه يشيل سؤال بعينه، او لا ما تسألش في المنطقة دي، او لا الحتة دي خط احمر؟ لا خالص، انا بقول حاجة تانية، بقول له اسأل اللي يعجبك بس خد الاجابة وزعها. طيب هل يعني حدث مرة انك سجلت حاجة او جاوبت على سؤال مباغت ليك في حلقة مثلا، وبعدين قلت لا يا جماعة لو سمحتوا مونتاج وكات الكلام ده ما يطلعش؟ لا خالص خالص. علاقتك بجمهورك على السوشيال ميديا عاملة ازاي؟ حلوة جدا الحمد لله الحقيقة. يعني باخد ودي مع الناس، وساعات كتير يجي يقولوا انه انت مفاجئتني انك رديت وحاجات كده، بس انا بنبسط ان اتواصل مع الناس. لو لقيت تعليق مش تمام او حد كاتب لك حاجه مش ولا بد، تعمل لها ديليت وبعدين تعمل له بلوك، ولا كانك ما شفتش حاجه خالص؟ لا هو على حسب الكلام ايه، يعني في كاني ما شفتش، وفي بعمل بلوك وديليت، وفي برد شتيمه. ما عندكش منطقة يعني خطوطها حمراء ممنوع الإعلام يجي ناحيتها؟ لا خالص، بس أنا يعني ما أعتقد أنه فكرة البيت والأسرة دي منطقة يعني مش محتاجينها في حاجة في الإعلام، أعتقد طيب تيجي ناخد فاصل ونرجع نكمل؟ تحت أمر حضرتك. ورجعنا لكم مرة تانية وصايم ولا زي كل سنة، ولسه معانا النجم صبري فواز. الفقرة دي اسمها بيقولوا، هقولك حاجات بتتقال عنك على مواقع السوشيال ميديا وتقولي صح ولا غلط. بيقولوا انك بتعتبر دورك في مسلسل ولاد ناس علامة مهمة في مشوارك الفني. اعتقد انه يعني الناس اول مرة بتشوفني في المساحة اللي هما بيسموها بطولة، بس طبعا كل الزملاء ابطال، بس يعني دي منطقة كويسة هتفرق كتير ان شاء الله. بيقولوا مش اي فنان يقدر يعمل 3 كاركترات في 3 اعمال مختلفة وينجح فيهم كلهم، ازاي حضرتك بتقدر تفصل ما بين كل شخصية والتانية؟ يعني السنة دي ان شاء الله مشاركتك في 3 مسلسلات، موسى وقصر النيل وولاد ناس. مواعيد التصوير، استعدادك للادوار، يعني هل يعني الواحد لما بيبقى محترف قوي يقدر يعمل كده، ولا المسألة بتبقى ازاي؟ هو يقدر، بس هي صعبة الحقيقة، صعبة وعايزة مجهود ضخم، لأنك بتضطر تسيل نفسك، يعني تحول لسائل عشان تتصب في الشخصية دي فتتشكل بيها، وتطلع تروح تصب في شخصية تانية فتتشكل بيها، تطلع. ده عايز جهد ذهني وعصبي ضخم جدا. يعني بيقولوا السوشيال ميديا خلت الناس كلها تشتغل نقاد. ده جزء من الموضوع. وهي في النهاية ما تاخدهاش كنقاد، لأنه يعني يصح ان احنا ناخد رأي الناس ونشوفه ونتعامل مع رأيهم مع بتاع السوشيال ميديا على انه اعتبريه حضرتك استطلاع لهوى الناس، لكن ناقد لازم تاخد من ناقد متخصص. واخر فقراتنا هي فقرة ايموجيس، زي على طريقة الفيسبوك انجري ولاف، هقولك بعض الحاجات سريعا وتقول لي بقى الايموجي اللي انت اخترته. زمان كان المخرج بيختار البطل، حاليا البطل هو اللي بيختار المخرج. لايك ولا لاف ولا ها 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 ولا ساد ولا انجري؟ انجري حقيقة. طبعا المخرج هو الاستاذ، هو الرئيس، مهما كانت نجومية النجم المخرج هو الرئيس. ماليش اصحاب كتير في الوسط الفني، ومقتنع بمقولة عدوك ابن كارك. اصحابك كتير من الوسط الفني ولا لا؟ انا اصحابي كتير جدا، ربنا يخليهم كلهم ناس جميلة. مقتنع بمقولة عدوك ابن كارك؟ لا خالص.
يعني انجري ولا ساد ولا هاها؟ لا 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 انجري ليه كده؟ ليه بعدوك من الفرق يعني؟ دينا الشربيني من اكتر بنات جيلها موهبه وتستحق البطوله المطلقه. لاف لايك هاها ساد انجري لايك. مفيش حاجه اسمها نمبر 1 في الدراما او في السينما. ده صحيح. انا بشكر حضرتك جدا نجمنا الكبير صبري فواز، واسفه طبعا على عطلتك في وسط كل الزخم ده. العفو، نورتينا وكل سنه حضرتك طيبه. حضرتك ممكن تبقى يعني تقول كلمه للراديو 90 او مستمعينك في الراديو 90؟ كل سنه وحضرتك طيبين، تزورونا في رمضان ان شاء الله على راديو 90 وصايم ولا زي كل سنه. صبري فواز.